بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم شيخنا. تقول السائلة: أحسن الله إليكم شيخنا، بعض الناس في هذه الأيام يقولون إنهم لا يأكلون اللحم، وكل ما يخرج من الأنعام مثل اللبن، وكل ما يخرج من الحشرات مثل العسل، وكل ما يخرج من الطيور مثل البيضات، ولا يلبسون ما جاء من الحيوان. إنها طريقة تشبه طريقة النباتي لكنها أشد منها. أخوات كثيرة توفقنا بهذا المنهج أو توقفنا، الله أعلم. ما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذا من البدع والضلالات. قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. من نعمة الله ومن تكريم الله لبني آدم أن سخر لهم الأشياء. قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. من هذا التفضيل أن الله أباح لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. نعم.